هذا سائل يقول: تقسيم بعض العلماء البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة، هذا كلام باطل. البدعة كلها قبيحة، ليس فيها شيء حسن. قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف تقول هذه حسنة والرسول يقول كل بدعة ضلالة وأنت تقول حسنة؟ لا، هذا معاكسة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.